السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه تعليم الرسم والتصوير والاشغال الفنيه. لو اول مره تشوفونا يا ريت تعملوا سبسكرايب وما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو. النهارده باذن الله هنشتغل اشغال الجلد. احنا كنا اتفرجنا في الفيديو اللي فات على طرد اشغال الجلد وعرفنا الخامات اللي احنا ممكن نحتاجها عشان نشتغل جلد مبدئيا. يعني النهارده اول حاجه هنعملها في اشغال الجلد هنعمل الميداليا. هنحتاج ايه في الخامات وادوات؟ هحتاج قطعه من الجلد، وده جلد لباني، ودي الاسطمبه اللي انا بشتغل عليها، هحتاج مسطره ستانلس والقطر والزومبا والصنفرة اكيد، ومحتاجة الفرشة، وهنا الفرشة مع شوية مية، محتاجة صبغة الطرف والاوتكس، وانا هنا حطها في قطارة عشان يبقى سهل عليا في الاستخدام، والبولش والسيلفر ممكن خشب التنعيم، واكيد الترامس وحلقه علشان احط فيها الميداليه بتاعتي والاسم اللي انا هحطه على الميداليه. استحاله هجازف واحط الاسم مباشره او اشتغل مباشره على الجلد عشان ما تحصلش اخطاء والجلد عندي تبوظ، عشان اي غلطه خلاص كده باظت. فانا هكون مظبطه الاسم في ورقه خارجيه سواء اذا كنت طبعوه او رسمان، وبعد كده هنزله جاهز على سطح الجلد. طيب هنقلب بالجلد على ظهره ونحاول نظبط الاسطمبه بتاعتنا. تمام، هي كده متظبطه. ونسيت اقول لكم ان انا مشغله مكوه اللحام وحطاها علشان تبقى جاهزه معايا عشان احرق الاسم مباشره بعد ما انزله على سطح الجلد. القطر لازم يكون حامي وانا شغاله، وانا لسه مطيره الجزء اللي هنا. الحته المستقيمه دي انا لازم اقطعها بالمسطره عشان تبقى مظبوطه. وافضل مثبته ايدي على المسطره، ما ارفعش ايديا غير لما اتاكد ان الجلده فعلا اتقطعت. الجزء ده انا ممكن استخدم فيه المقص، هو طبعا يفضل استخدام القطر، بس انا علشان ممكن متحكمه في المقص شويه فانا هعمل الدايره دي بالمقص. خلاص كده انا قصيت الجلده كويس على مقاس نفس الاسطمبه اللي كانت موجوده معايا. هبدا انزل الاسم على سطح الجلد. مجرد ما هحط الاسم على الجلد وهضغط عليه بقلم مشطب او حتى لو كان مش مشطب هيتاثر على سطح الجلد وهينزل عادي. هوصم الاسم وبعد كده هبدا اضغط عليه على الاوت لاين بتاع الاسم.
الناحية التانية هنستخدم المسطرة الاسطمبة بتاعة الحروف، والمفروض ان انا هنزل حرف الاف مع اسم علي ده على الميدالية. هوسطن برضو الحرف وبعد كده هنزله على الجزء التاني. همسك الحراقة وهبدأ أشتغل، بس يستحسن أمشيها الأول أجربها قطعة جلد خارجية. تمام، هي كده شغالة كويس. كده حرقت الاسم، كمان هحرق الحرف. كده هفصل المكوة، انا خلاص مش هشتغل فيها تاني، مش هحتاجها تاني. نجيب الفرشة، سبع الطرف، والفرشة اللي انا بستخدمها هي فرشة زيرو عشان بسهل معايا ان انا اطلع الاسم كويس. هبدأ املى الاسم بعد ما حرقته. هنسيبها شوية لحد ما تنشف
وبعد كده هشطب الجزء ده عشان هو الجزء ده اللي هيدخل في الحلقة، ولازم اشطبه دلوقتي قبل ما احط الحلقة عشان يبقى صعب ان انا اشطبه والحلقة موجودة. طبعا عشان وقت الفيديو، فانا هضطر ان انا اشطب الجزء ده دلوقتي. همسك الصنفرة واحاول اصنفر الجزء ده كويس. هبل بقى بحبة مية الحافة دي